الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، طلبة وطالبات الصف السادس الإعدادي. نكمل مع بعض شهر مارس المنهج بتاعنا. هنبدأ بدرس الجغرافيا في النشاط التعليمي في العالم. بعد ما خلصنا الأنشطة الاقتصادية بتاعتنا، خدنا النشاط الزراعي أو الدرس، وبعد كده النشاط الرعوي أو الرعي والثروة الحيوانية والسمكية في العالم. النهاردة بناخد تالت نشاط معانا اللي هو النشاط التعليمي في العالم. في البداية كده لازم نعرف يعني ايه النشاط التعليمي. النشاط التعليمي او مفهوم النشاط التعليمي هو استخراج المعادن ومصادر الطاقة من فحم وبترول وغاز طبيعي من باطن الارض او القرب من السطح. ده تعريف النشاط التعليمي. طيب بعد كده بتكلم على ان في استعدادات او في عمليات تظبط التعليم. يعني ممكن يقول لك دلل يوجد عمليات تسبق التعليم. ده اللي عليك. أول حاجة مرحلة البحث والكشف عن الخامات. بقعد أدور على الخام المعدني موجود فين. المرحلة الثانية مرحلة إعداد المنجم. المكان اللي يجد فيه المعدن طبعا بيقول عليه منجم، بعد المنجم. ازاي بعد المنجم؟ مثلا بعمل انشاء مساكن العاملين، مد طرق، مد خطوط سكه حديديه. المرحله الثالثه والاخيره مرحله النقل او مرحله الانتاج والنقل والتوزيع. دي عمليات تسبق التعليم او مراحل تسبق عمليه التعليم بتاعي. طيب لو جاب سؤال كده مثلا صح ولا غلط، تتساوى الدول المتقدمه مع الدول الناميه في استهلاكها للمعادن. ايه رايكم في العباره دي؟ طبعا عباره ايه؟ عباره خاطئه، لان الدول المتقدمه هي الاكثر استهلاكا عن الدول الناميه للمعادن. طب ليه مصر؟ ليه؟ بسبب وجود العديد من الصناعات في الدول المتقدمه فهي الاكثر استهلاكا للمعادن. طيب احنا في الطبيعه عندنا تقريبا حوالي 2000 معدن، احنا ما استخدمناش غير 200 معدن على المستوى التجاري والصناعي. الدرس ده بيتكلم على جزئين. اول حاجه المعادن بتاعتنا اللي هناخدها، وفي الدرس بعد كده مصادر الطاقه. المعادن اللي بناخدها عندنا في المنهج، واحد كلمة عن معدن الحديد، اثنين معدن النحاس، ثلاثة معدن البوكسايت، أربعة الألمونيوم. وخد بالك في علاقة جوية قوية جدا بين البوكسايت والألمونيوم، هنعرفها واحنا نخش. أول معدن معانا الحديد. طبعا الحديد أهميته إيه؟ يدخل في العديد من الصناعات، مثل صناعة السيارات، الحديد والصلب. إنتاج الحديد، لو قال لك عبارة صح ولا غلط، يوجد الحديد في جميع قارات العالم، ها؟ إجابة صحيحة على فكرة، وجت قبل كده سنة السنين في محافظتنا في الوادي الجديد تقريبا ثلاث سنوات، يوجد الحديد في جميع قارات العالم. طبعا إجابة صحيحة. إنتاج الحديد، أولى دول العالم إنتاجا للحديد الصين. أهل الصين إيه عبقرية؟ إيه عبقرية خالص جدا. دايما وأنت بتذاكر الأنشطة الاقتصادية في الوحدة دي، خريطة العالم موجودة في كتاب المدرسة، أول كتاب المدرسة، مش هتحطها عشان نتفرج عليها. دايما تستخدمها. اولى دول العالم انتاجا للحديد الصين. ثاني دول العالم انتاجا للحديد استراليا. طيب عندي في دول متقدمه بتستورد الحديد، بتشتري الحديد دايما، زي مين؟ طبعا بريطانيا واليابان. بريطانيا واليابان من الدول المتقدمه المستورده للحديد. اما من الدول الناميه المصدره للحديد بقى بتبيع الحديد دايما خام، عشان دولة نامية فمش محتاجة مش بتصنع يعني، فهتلاقي مين؟ موريتانيا، وهي دولة عربية طبعا. من الدول المصدرة للحديد موريتانيا. تمام. بعد الحديد بنتكلم عن النحاس. لما تفسد أهمية معدن النحاس؟ يدخل في العديد من الصناعات مثل صناعة أسلاك الكهرباء وإيه كمان؟ والأدوات الكهرباء. أسلاك الكهرباء والأدوات الكهرباء. أولى دول العالم إنتاج للنحاس تشيلي، التشيلي بتاعتنا في قارة أمريكا الجنوبية. تاني دول الصين. ركز المركز الأول في إنتاج النحاس، تشيل النحاس.
تشيلي نحاس على طول، يبقى تشيلي قاره امريكا الجنوبيه اولى الدول اللي بتنتج النحاس، رقم اثنين او المركز الثاني استراليا. البوكسايت، ركز كويس في البوكسايت، اهميه البوكسايت ده ايه؟ الخام الرئيسي لصناعه الالومنيوم. يبقى خد بالك الالومنيوم ده انا ما لقوش في بطن الارض، لا انا بلاقي معدن البوكسايت بجيبه واوديه مصنع عشان يصنع لي الالومنيوم ده. يبقى لو قال لك اكتب ماتشيلي ليه العباره الخام الرئيسي لصناعه الالومنيوم مين؟ البوكسايت. اولى دول العالم انتاجا للبوكسايت في استراليا، البوكسايت استراليا اولى دول العالم. ركز معايا في الالومنيوم بقى، سؤال مهم جدا جدا وما كنتش كتاب المدرسه عندك، بما تفسر توطن صناعه الالومنيوم في الدول المتقدمه؟ خد بالك من السؤال ده. ليه؟ بسبب توافر مقاومات صناعه الالومنيوم ليه مقاومات معينه، المقاومات دي موجوده في الدول المتقدمه عشان كده بتتواجد هذه الصناعه معاك. ايه المقاومات صناعه الالومنيوم ولازم تذكرها في الاجابه؟ طاقه كهربائيه، سوق محليه وخارجيه تستوعب الانتاج، خبره فنيه وعلميه متطوره. تاني، طاقه كهربائيه، سوق محليه وخارجيه تستوعب الانتاج، رقم ثلاثه خبره فنيه وعلميه متطوره. يبقى اذا الاجابه كامله لتوافر مقومات صناعه الالومنيوم وهي كهرباء سوق خبره، كهرباء سوق خبره، دي مقومات صناعه الالومنيوم. يجي لك السؤال ده بطريقه ثانيه خالص، بما تمثل تعد الولايات المتحده الامريكيه اولى الدول المصنعه لمعدن الالومنيوم بالرغم من ان انتاجها من البوكسيت قليل. خد بالك الولايات المتحده اولى الدول المصنعه للالومنيوم بالرغم ان البوكسيت عندها قليل جدا. طب ليه؟ برضه هتقول لي بتستورد كميات كبيره من البوكسيت من الخارج ولتوافر مقومات صناعه الالومنيوم اللي هي اللي قلناها من شويه، طاقه كهربائيه، سوق محليه وخارجيه تستوعب الانتاج، بالاضافه الى خبره فنيه وعلميه متطوره. طيب يا مستر في حاجه ثانيه غير الولايات المتحده الالومنيوم؟ طبعا عند كندا، عندنا اليابان، عندنا استراليا برضه من الدول المصنعه للالومنيوم. يبقى اربع دول في الالومنيوم، رقم واحد في الولايات المتحده الامريكيه، بعد كده كندا، استراليا، اليابان. لكن البوكسايت جاي من دوله واحده بس اللي هي مين؟ استراليا. في معادن اخرى بس يعني حتى اعرف اساميها بس، فوسفات، المنجنيز، الذهب، اليورانيوم، دي المعادن. الجزء الثاني في الدرس مصادر الطاقه. كلنا عارفين من زمان جدا من رابعه ابتدائي تقريبا ان مصادر الطاقه بتنقسم لنوعين. مصادر الطاقه غير متجدده مش بتتجدد، ومصادر طاقه متجدده. مصادر الطاقه الغير متجدده اللي هي القابله للنفاذ في يوم من الايام ممكن تنفذ تخلص. زي ايه؟ مثلا الفحم، البترول، الغزل. دي مصادر الطاقه الايه؟ الغير متجدده. هبدا باول حاجه عندنا اللي هو الفحم. بما تمس اهميه الفحم، الفحم مهم ليه؟ الفحم طبعا واحد المصدر الرئيسي للطاقه في الدول الصناعيه الكبرى. اثنين يستخدم في توليد الكهرباء ونوع الكهرباء اللي بيولدها الفحم على فكره، والبترول وغاز طبيعي اسمها كهرباء حراريه. الحاجه الثالثه طبعا الفحم كان اساس او عماد الثوره الصناعيه اللي حصلت في اوروبا اللي هي في القرن ال 18 والمصدر الرئيسي للطاقه حتى اوائل القرن العشرين. طب يا مستر هل الفحم كمصدر طاقه مهم مستمر معانا حتى الان؟ ايوه طبعا ما زال الفحم طبعا مصدر رئيسي للطاقه في الدول الصناعيه الكبرى، ما زال الفحم لحد دلوقتي مصدر رئيسي للطاقه، دي اهميه الفحم. انتاج الفحم بقى، نفس السؤال اللي خدناه في الحديد، هل يوجد الفحم في جميع قارات العالم؟ ايوه وجايبها لك نصا من الكتاب، يوجد الفحم في جميع قارات العالم. انتاج الفحم اولى قارات انتاج الفحم اسيا. يليها مين؟ اوروبا. بس خد بالك اسيا واوروبا مع بعض بيحتلوا الاثنين ثلاث ارباع انتاج الفحم. يعني كميه كبيره جدا في اسيا واوروبا، بس اولى قارات اسيا يليها اوروبا، الاثنين مع بعض ثلاث ارباع انتاج الفحم. تيجي في المركز الثالث امريكا الشماليه. طيب اولى دول العالم انتاجا للفحم الصين. اولى دول العالم انتاجا للفحم مين؟ الصين. رقم اثنين الولايات المتحده الامريكيه المركز الثالث في انتاج الفحم دوله الهند. يبقى خد بالك من جيلك اجمل، تعد الصين اولى دول العالم انتاجا لنقط كمصدر طاقه،
اوعى تقول الحديد، لا انا بتكلم عن كمصدر طاقه يبقى الفحم. لكن دول اولى دول العالم في معدن الفحم، خد بالك من الكلام ده كويس. بعد الفحم بتكلم على المصدر الطاقه المهم جدا وهو اهم مصادر الطاقه في العالم، البترول طبعا. يبقى البترول بما تمثل اهم مصادر الطاقه في العالم، ليه؟ يرتبط به التنميه الاجتماعيه والاقتصاديه والعلاقات السياسيه. دول زي دول الخليج، شوف المجتمع بيعيش حياه رفاهيه قويه جدا، الدخل الاقتصادي بتاعها مرتفع، ليه؟ عشان خاطر البترول. اي دوله بتتمنى تعمل علاقات سياسيه مع اي دوله تبع الخليج، ليه؟ عشان خاطر البترول. يبقى اهميه البترول ايه؟ يرتبط به التنميه الاجتماعيه والاقتصاديه والعلاقات السياسيه. ويشكل البترول هو والغاز الطبيعي مع بعض 55% من مصادر الطاقه المستخدمه في العالم. دي اهميه البترول. انتاج البترول ونفخر كلنا ان اولى دول العالم انتاجا للبترول السعوديه، المملكه العربيه السعوديه، اعرف موقعها كويس جدا على الخريطه، المملكه العربيه السعوديه اولى دول العالم انتاجا للبترول، تحتل المركز الثاني في انتاج البترول روسيا، المركز الثالث في انتاج البترول الولايات المتحده الامريكيه. خلصنا البترول كده، نيجي بعد البترول بناخد الغاز الطبيعي. بما تمثل في البدايه خالص كده التوسع في استخدام الغاز الطبيعي كمصدر للطاقه، ليه؟ وايه هي اهميته؟ واحد اقل تلبيسا للبيئه، بل خد بالك يعد الغاز الطبيعي من مصادر الطاقه النظيفه كمان، بالرغم ان هو غير متجدد، لكن مصادر طاقه نظيفه. اقل تلبيسا للبيئه، رخيص الثمن مقارنه بالبترول، سهوله النقل. طب بنستخدمه في ايه؟ توليد الكهرباء برضه، ايه الكهرباء الحراريه، استخدامات منزليه، يستخدم كوقود للسيارات بدلا من البنزين للحد من تلوث البيئه. طيب انتاج الغاز الطبيعي، خد بالك في نسبه كده ان الغاز الطبيعي 25% من مصادر الوقود المستخدمه في العالم دلوقتي الغاز الطبيعي 25%. طيب انتاج الغاز الطبيعي اولى قارات العالم في انتاج الغاز الطبيعي، قاره اوروبا اولى القارات. طب اولى الدول يا مستر، هل دوله في اوروبا؟ لا، اولى دول العالم في انتاج الغاز الطبيعي الولايات المتحده الامريكيه. ده الغاز الطبيعي. باخد بعد كده مصادر الطاقه اللي عندنا، الطاقه النوويه، الطاقه النوويه. اولى القارات انتاجا للطاقه النوويه اوروبا، ثاني القارات امريكا الشماليه. طب ايه الطاقه النوويه؟ انا بتكلم على توليد الكهرباء من المحطات النوويه السلميه. انتوا عارفين النووي ده طبعا بيستخدم في صناعه الاسلحه القويه جدا، فانا ماليش دعوه بالاسلحه، بتكلم على توليد الكهرباء من محطات الطاقه النوويه السلميه. ثاني اولى القارات اوروبا، ثاني القارات امريكا الشماليه. خلي بالك من النقطه اللي جايه دي، اكمل العباره الاتيه، تعد قاره اوروبا اولى القارات انتاجا لنقط ونقط كمصدر للطاقه او كمصدرين للطاقه. اللي مركز معايا هو اللي هيجاوب، اوروبا اولى القارات في انتاج الغاز الطبيعي وكمان الطاقه النوويه كمصدرين للطاقه. بعد الطاقه النوويه بتكلم على طاقه الرياح من مصادر الطاقه المتجدده طبعا، طاقه الرياح. طاقه الرياح انا بقصد بطاقه الرياح ايه؟ توليد الكهرباء من حركه الرياح، توجد في الدول المتقدمه. اكيد طبعا في الدول المتقدمه زي مين يا مستر؟ زي اليابان، لا معلش معذره ده جايب في الكفايه، فرنسا، بريطانيا، فرنسا وبريطانيا بالاضافه الى الولايات المتحده الامريكيه. طب يا مستر ايه كمان؟ ركز بقى، مهمه جدا. ايه؟ طاقة الرياح توجد أيضا في خمس دول عربية، في مقدمتهم مصر. يا ليها المملكة. تيجي في أسئلة كتير عشان تهتم ببلدنا، مصر هي فن أولى دول الوطن العربي إنتاجا لطاقة النقط، طاقة الرياح. رقم اثنين المركز الثاني المغرب. تيجي كتير ممكن ما تشير إليه العبارة، طاقة تعد مصر أولى الدول العربية في إنتاجها، يبقى تقول مصر طبعا. رقم اثنين المغرب. الطاقة اللي بعد كده مصادر الطاقة المتجددة اللي هي طاقة المد، حركة الأمواج والمد المنبثق. برضه في الدول المتقدمة هم الدول اللي سايلها فرنسا وبريطانيا، بس هنشيل الولايات المتحدة هتحط مكانها اليابان. آخر طاقة معانا الطاقة الشمسية، توجد في الدول المتقدمة وبعض الدول النامية مثل مصر اللي بدأت تهتم بالطاقة الشمسية لأنها طاقة نظيفة وبتستخدمها في توليد الكهرباء للاستخدامات المنزلية. بس خلي بالك إن طلبة كتير قوي يجيك السؤال اللي لسه قايله، طاقة تعد مصر أولى الدول العربية في إنتاجها، يمكن الطاقة الشمسية، لا يا إخوان، طاقة الرياح. مصر أولى الدول العربية في إنتاج طاقة الرياح. خلاص؟ خد بالك في تعريفين مهمين في آخر الدرس، يعني إيه طاقة كهرومائية أو الكهرباء المائية؟ هي طاقة
اتولد من حركه الامواج والشلالات والمد والجذب والسدود. اما الطاقه اللي هي الكهرباء الحراريه اللي هي طاقه تنتج من محطات تولد محطات تدار للفحم او البترول او الغاز الطبيعي، دي طاقه اللي هي كهرباء حراريه. خلاص؟ ممكن يقول لك في سؤال في الكتاب موجود، ما العلاقه بين البوكسيت والبوكسيت والالومنيوم؟ قلت لك ان البوكسيت الخام الرئيسي لصناعه الالومنيوم. سؤال ما العلاقه ثاني؟ ما العلاقه بين الغاز الطبيعي والكهرباء؟ ايه الغاز الطبيعي يقوم بتوليد الكهرباء الايه؟ ها؟ ما هي؟ لا طبعا الكهرباء الحراريه. ده درس النهارده اللي هو نشاط ايه؟ التعليم. وشكرا.